صوت فاطمة الزهراء ثالثة بأعلى أصواتكم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. الله العظيم في كتابه الكريم: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هل يمكن أن نجمع بين سعادتنا في الدنيا والسعادة في الآخرة؟ أم أن الدنيا والآخرة ضرتان لا تجتمعان؟ وبحسب بعض الروايات الدنيا والآخرة بمنزلة الشرق والغرب، كلما اقتربت من أحدهما ابتعدت عن الآخر. أساساً ربنا خلقنا في هذه الدنيا للامتحان، للتسابق على الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولكن بعض عوامل السعادة جعلها في هذه الدنيا نماذج مصغرة جداً 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 من الآخرة. يعني إذا كنا هنا نجوع ومن ثم نأكل الطعام ونرتاح، نتعب ومن ثم ننام فنرتاح. إذا امتلكنا بعض الأشياء نرتاح إليها. هذه بعض النماذج البسيطة جدا من عوامل السعادة في الآخرة، مع الاختلاف الشديد في النوعية والكمية وإلى آخره. مثلا اللذات في هذه الحياة تنتهي، لكن في الآخرة تتراكم. أول تفاحة تأكلها في الجنة لا تذهب لذتها إلى أبد الآبدين، تفاحة ثانية تزيد عليها. أكو مفارقات بين الدنيا والآخرة، بين الجنة وهذه الحياة، وكذلك في جانب العذاب. يعني إذا كانت الجنة لا تقاس بهذه الدنيا، وربنا إذا أراد أن يتكلم عن ملذات جنة يقول: مثل الجنة التي وعد المتقون. مثال مو حقيقة، ما نقدر نوصل إلى حقيقة الملذات في الجنة كما لا نستطيع أن نصل إلى عذاب يوم القيامة. هناك أنت هنا في العالم هذه الحياة عندك آلام، عندك أمراض، تتألم تتأذى، لكن أين هذه من آلام الآخرة؟ أين ما نلاقيه في الدنيا من العنة والعذاب بالقياس إلى عذاب النار؟ ما في قياس.
يقول الراوي سمعت الإمام يقول أقل الناس عذابا يوم القيامة من في رجليه نعلان يغلي منهما دماغه ويظن أنه أكثر الناس عذابا وهو أقل الناس عذابا. نعلم خلينا برجله من النار دماغه يغلي من هذا النعل، هو يفكر أنه أشد الناس عذابا لكنه أقلهم عذابا. لا يقاس ما في الجنة ولا ما في النار بما في هذه الدنيا من ملذات أو من أسباب الشقاء. هل يمكن أن نجمع بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة؟ قطعا نستطيع، لكن لا يمكن أن نجمع بين الحد الأعلى من الدنيا والحد الأعلى من الآخرة، هذا ما يمكن. يعني في الدنيا السعادة أن تكون صحيح الجسم، السعادة أن تمتلك المال، السعادة أن تكون عندك زوجة، ملذات الدنيا اجمعها. إذا تريد الحد الأعلى منها في الدنيا ما يصير مع الحد الأعلى في الآخرة. حتى أن في الأحاديث أن سليمان بن داود وهو نبي من أنبياء الله العظام يكون آخر نبي يدخل الجنة. لماذا؟ لأن في هذه الدنيا طلب من الله أن يعطيها ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، يعني يتحكم في الطيور، علمناه منطق الطير، يتحكم في الرياح، في الأكوان. ما يصير هذا يدخل الجنة قبل مثلا أيوب الذي تأذى في هذه الحياة، أو قبل نبينا وقد قال ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. الحد الأعلى من الدنيا لا تجتمع مع الحد الأعلى من الآخرة، لكن تستطيع أن تكون هنا سعيداً بنسبة معينة. البشر يطلبون سعادة مطلقة، ما في شيء اسمه سعادة مطلقة، أكو نسبة من السعادة وليست السعادة المطلقة. يريدون كل شيء أفضل أحسن إلى آخره، هذا لازم نبطل من عنده، ندور ما نعيش به في هذه الحياة كرماء. ولقد كرمنا بني آدم أن لا نمد أيدينا إلى الناس، أن نعيش بالحد الأدنى من ملذات الحياة ونعيمها. نقدر نجمع ما بين هذه وما بين الجنة، نقدر نجمع بدليل أنك تطلب من الله. ربنا يقسم الناس، يقول أكو بعض الناس يجمع الدنيا والآخرة، وآخر فاز بكلتيهما قد جمع الدنيا مع الآخرة. تقدر وتطلب من الله، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. هذول ناجحين يحصلون على ما يريدون. ونطلب من الله دائما السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة، بس مو السعادة المطلقة، السعادة النسبية. أنا بعض الأوقات يسألوني بعض الشباب شلون صحتك، أقول أحسن من هذا في الدنيا ما يصير. الحمد لله عندي عين أذن أعضاء سالمة، أقدر أمشي، أقدر أتكلم، أقدر أقرأ، أقدر أكتب. وبعدين عندنا يعني الحمد لله وسائل السعادة موجودة، أكثر من هذا بالدنيا ما يصير. يعني نفتر الفرد واحد هو يريد يلتب الطعام يأكل زيادة يسمن، بعدين لازم يأخذ رجيم حتى هذا السمن ما لا يقلله، ما يصير. ماكو نعمة مطلقة في هذه الدنيا، أكو نعم رب العالمين أنعم بها علينا. يعني إحنا مثل فرد واحد معزوم استضيف في مكان، ودون افترض فندق درجة أولى، قبل ما يدخل في غرفته يقعد في الريسبشن. الريسبشن أيضا جميل مرتب، يجيبوا له شاي، يجيبوا له قهوة، يجيبوا له شربة مثلا قبل ما يدخل في غرفته. احنا في دالون حسب تعبير العراقيين. هذه الدنيا ممر لمقر مو مقر، والدليل على ذلك كم من الملايين يولدون وكم من الملايين يموتون. البشر يدور على الخلود منذ
القياصرة منذ بعيد البعيد اللي كان عندهم أموال وأملاك وكذا، كانوا يطلبون من الأطباء دورون فر الدواء فر الشيء نخلد في هذه الحياة، وصرفوا أموالا وصرفوا أعمارا وما حصلوا على ما كانوا يريدون. فالدنيا يمكن أن نجمعها مع الآخرة، لكن بشرط، بشرط أن نريد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. شنو معنى نريد؟ أنت تتمنى أن تصير ملياردير بس ما تسعى إلى ذلك، ما تصير ملياردير، لازم تريد. فرق بين الإرادة وبين التمني أن في الإرادة الإنسان يلغي جميع الخيارات، في التمني ما يلغي. مثلا تجي لهنا تلغي كل الخيارات الأخرى، ما تروح بيت عمك، ما تروح بيت خالتك، ما تبقى في البيت، ما تروح تتمشى بالشوارع. نويت تجي إلى هنا، ألغيت جميع الخيارات وجئت إلى هنا، هذه إرادة. أما التمني قاعد أحلام اليقظة، تتمنى يصير عندك فرد قصر من ذهب على ربوة وعلى ساحل البحر أمام فرد غابة من الأشجار والورود، هذه تمنيات. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الأمنيات ما تشتغل، الأماني بضائع النوكا تعبير الإمام علي، يعني الأحمق أجلكم الله هو اللي يمشي في الحياة ويتمنى مو يسعي. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، لازم يكون مؤمن ويسعى للآخرة، يخلي الآخرة أمام عيني ويعمل ما يعمل لدنيا ولا آخرته. طبعا ما يمكن فرد واحد يلغي الطعام والشراب والمسكنة والملبسة والزواج، ما يمكن يلغي الإنسان، أكو شهوات ورغبات الإنسان وحاجات حقيقية. إذا ألغيت الطعام وما أكلت تموت من الجوع، فتحتاج إلى الطعام، تحتاج إلى البيت الذي تسكن فيه، عندك حاجة حقيقية لازم تسعى إلى هذا، هم تسعى إلى، بس مو 100% كل جهدك على هذا. الناس أصناف، صنف لا دنيا ولا آخرة، ومع الأسف هؤلاء هم الأكثرية من الناس، لا عند الدنيا ولا آخرة. من هذول؟ هذول جلاوزة السلاطين، يعني هذول هم اللي حول السلطان حول الملك، يأتمرون بأوامره، ينتهون عن نواهيه، هذول لا عند الدنيا ولا آخرة، دنيا خادم. الحاكم يعطي فتاة من الطعام، مو يعطي بمقدار ما هو عنده، خادم. بعض الذين اشتركوا في قتل سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين في كربلاء وقتلوا، يقول كان شايل وياه فد شيء بشوية تمر، عبيد الله بن زياد قاعد في النخيلة في الكوفة يدز اللي يقدر يدز إلى كربلاء، بعضهم يعطيهم شوية تمر وإجا يقاتل وقتل. شمرخه ما كان يحارب، عمر بن سعد ما كان يحارب، حرملة ما كان يحارب، اللي كان يحارب في وسط الميدان هو الحسين وعلي الأكبر والعباس والقاسم، وسط الميدان هذولاك بعيد. حتى من قبل معاوية في معركة صفين كاد أن ينهزم لولا أن الخوارج فرضوا على الإمام علي أن يقبل بخديعة رفع المصاحف، لكن كان حسب التعبير مخلي خيمته آخر الجند مو أول الجند. الإمام علي يجي إلى الميدان قل يا معاوية أخرج إلي، تعال اطلع أنا وأنت نحارب. فالذي يغلب والذي يحكم، ما طلع معاوية، اجى طلع يحارب الإمام علي، لا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كفار مكة الذين شنوا عليه الحروب كان أشجع قومه، حتى أن الإمام علي يقول كنا إذا اشتد بنا الوطيس المجابهة والحرب كانت تشتد نلوذ بعريش رسول الله
فلا يكون أقرب إلى العدو منه. النبي أول واحد كان يطلع، ذول أهل الحق، ننقتل ننقتل ندري نروح الجنة. بس أهل الباطل يريد الدنيا، حسب تعبير الإمام علي سلام الله عليه يقول معاوية مخلي رجل بالركاب، صار ما صار يشرد مثل ما شفنا. صدام احتل إحدى الدول الخليجية كلهم شردوا، كأن البشوت مالتهم العباية عبايات مالهم معلقيها من الباب، بس ما سمعوا دبابات جت شردوا. هذا أهل الدنيا، أهل الآخرة لا. فأكثر الذين في الحقيقة حول السلاطين هم من نوع اللي لا دنيا ولا آخرة عندهم. كتب معاوية إلى عمر بن العاص قال له تعال لمواجهة علي. اشترط علي عمر بن العاص شروط، أولا تعطيني كذا ألف من الدنانير، بعدين تعطيني ولاية مصر، وكل شروط قبلها. قام يزين أفرض 100,000 دينار، قال له 200,000. كل ما اشترط عمر بن العاص، وكان من دهات العرب من الحول القلب اللي ما عنده تقوى ولا ورع في أن يستخدم كل الأساليب المحرمة للانتصار، كان يحتاج إلى معاوية. قال له أي شيء تريد أعطيك تعال. يوم اللي دخل عليه قال لقد أغليت الثمن وهي طلبت غالي. قال وأنا في ذلك مغبون لأنني بعت آخرتي بدنيا غيري، أنا مغبون مغلوب علي، أنا خسران، دنياي بعتها لك أنت، آخرتي بعتها لك. كثير من الناس لا دنيا ولا آخرة. بعض الناس هم دنيا وهم آخرة وهم المتقون. يعني المؤمن ما يأكل يأكل، إيش قد يأكل وقد معدته، ملياردير إيش قد يأكل وقد معدته، المؤمن ينام في فراشة وقد متر يعني فرشة بسيطة، وما ينام في عدة فرش وعدة غرف، وكذلك غيره. إحنا محدودين في أجسامنا، ما نقدر أكثر مما نملك أن نحصل عليه. في مدينة دولة اسمها بروناي، هذه تقريبا ساعتين من سنغافورة، أنا رايح لها شايفها الطيارة كانت تنزل، شفت شيئين، قباب ذهبية، سألت ما هذه؟ قالوا قباب مساجد. ورأيت فند مكان كبير، بناية جدا كبيرة، سألنا هذا البناء ما أدري شنو، قالوا هذا قصر السلطان حسن بالقيد، لا يزال حي، اسمه حسن بالقيد. هذا عنده 1,000 شقة في هذه البناية، شقة على الطراز الياباني، شقة على الطراز العربي، شقة على الطراز الأوروبي. أدري هذا ينام في كم شقة بالليل؟ ينام في كل هاي الشقق؟ لا، النتيجة ينام في شقة وعلى سرير واحد. بعض الناس في هذه الدنيا يعيشون مثل غيرهم، مثل غيرهم، وعدهم آخر. المتقون كما يقول الإمام علي شاركوا، شوف التعبير الدقيق للإمام، شاركوا في خطبة المتقين أهل الدنيا في دنياهم، ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم. في الآخرة ماكو خبر لذول، إحنا دا نعيش مثل غيرنا. يعني تفكر غيرنا شنو دي أدى اللي إحنا ما عندنا؟ بعض الشباب يفكرون إذا صاروا متدينين يخسرون الدنيا. لا، ما تخسر الدنيا، الله يجمع لك الدنيا والآخرة. والذين زهدوا في هذه الدنيا كانت الدنيا إلهم أقرب من غيرهم. يعني أنت يوم اللي تزهد في الدنيا، الدنيا تجيك. الإمام علي زاهد في هذه الدنيا، اشترطوا عليه بعد مقتل الخليفة الثاني في قضية الشورى، قالوا نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله، قال نعم، كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين، قال لا، اجتهاد رأيي. قالوا خلص خلافة ما تجي عندك. الإمام علي سلام الله عليه ما أجت الدنيا على عتاب بيته، ما أجوا على باب بيته يبايعوه، وكان يقول ما أريد ما أريد، روحوا التمسوا غيري، شلبوا بي. شمسنا حكم 5 سنوات،
خليفة الأول سنتين شوي. يعني الإمام علي ما شارك أهل الدنيا في دنياهم، رئيس دولة، قائد جيش، 50 دولة من دولنا كان يحكمها الإمام علي، 50. لكن رجل الآخر يهتم بالعدل، يهتم بالإحسان، يعطي من نفسه، وقد قتل في سبيل الله. في شيء أفضل من القتل في سبيل الله؟ ماكو شيء أفضل من الشهادة. عمرك إش قد ما صار عشت وارتاحت، آخر لحظة مرحت عند رب العالمين بالشهادة. فوق كل بر بر، حتى يقتل الرجل في سبيل الله فليس فوقه من بر. هذه حياة الإمام علي اللي يتكلم أن أهل المتقين شاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم. زين، عندك هذا صنف من الناس، صنف يجمع بين الدنيا والآخرة، صنف لا دنيا ولا آخرة، صنف عند دنيا ما عنده آخرة، ذول المليونيرية المليارديرية، ترى هم عندهم مصائبهم ومشاكلهم، متفكرون هم مرتاحين في هاي الدنيا. شوفوا في هذه البلاد، البلاد الغربية، الشخص اللي عنده فر السمعة ومرتاح ومكيف وملياردير والناس تشير إلى كلامه، اللي يسموهم فنانين، اللي يلعبون بالأفلام، اللي كثير من عندهم ينتحرون في نهاية حياتهم. انتحر، أو المرأة من عندهم تنتحر. ليش؟ ما عدا فلوس، عدا ما عدا سمعة، عدا عدا كل شيء، بس حقيقة ما عدا شيء. يعني لا تفكروا أن الذين يملكون في هذه الدنيا يملكون كل شيء. مع ذلك لنفترض أنا ما عندي مشكلة مالية، أنت عندك مشاكل مالية، دول أهل الدنيا بلا آخرة، وأكو أهل آخرة بلا دنيا، وهم كثير من المؤمنين، ما يبوق، ما يسرق، ما يحتال على الناس، يريد يأكل لقمة الحلال، طريق الحرام مفتوح إله بس ما يروح لأنه حرام، ما يقبل. الحر بن يزيد الرياحي الدنيا أقبلت عليه، وكان يثق به عبيد الله بن زياد أكثر من الشمر وأكثر من عمر بن سعد. أول واحد اللي أجى قاوم الإمام الحسين وواجه الإمام الحسين وجعجع بالحسين ومنعه من الذهاب إلى الكوفة والعودة إلى المدينة، أول واحد، رئيس عشيرة وعنده أملاك وعنده أموال وقائد جيش 1000 واحد، لواء 1000 واحد اللي أجوا إلى كربلاء. لكن في لحظة من اللحظات شاف يخسر الآخر، قال هاي الدنيا ما أريدها. أنت هم يوم من الأيام إذا شفت أن حصولك على الدنيا لابد أن تقوم بالحرام، بالكذب، بمصادرة أموال الآخرين، اترك الدنيا واضربها عرض الحائط، لا تخاف، ما تموت من الجوع. لكن عندك الآخر، والدنيا تنتهي والآخرة باقية. أكو صفات في الدنيا تختلف عن الآخرة. الدنيا زائل، دنيا زائل، مهما تعيش آخر مكانك وين؟ بالقبر. أكو مكان ثاني لك؟ لو ملياردير ومخلي بجيوبك فلوس ذهب الماس، يوم اللي تموت كل هذا يطلعوه، أقرب الناس لك يطلعوه، تاري هموت، تاري القبر، ماكو شيء آخر. زين، هذه هي الدنيا زائلة، الآخرة باقية. شقد باقية؟ ما في زمان. شلون؟ يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش مثل فرد خروف كبير، ويذبح بين الجنة والنار ويقال هذا هو الموت، أما الموت فلا موت، الخلود في الجنة إلى الأبد، والخلود لا سمح الله في النار إلى الأبد. ولو أن الموت كان موجودا لمات أهل الجنة فرحا ولمات أهل النار حزنا. ماكو موت، ماكو زمن، الزمان مالنا هنا، هناك ماكو زمان، أبد الآبدين، احسب حساب أبد الآبدين. أكو واحد ملحد في كتابه يقول أنا ما أؤمن بالآخرة، ما أؤمن بالله، لكن
الذين يؤمنون إذا صدق أكو آخرة تسوى القضية. تؤمن تلتزم بأمور في مصلحتك مو خلاف مصلحتك. حقيقة إحنا دا نعيش أشقياء لو نعيش سعداء. 17 ركعة يقول لك ساعة من 24 ساعة رب العالمين يعطيك عمر، عليك 17 ركعة تصليها ساعة. شهر رمضان الصوم في فائدتك، صوموا تصحوا. طلع كتاب في بريطانيا يتكلم عن أفضل رجيم هو الصوم. هالأيام يتكلمون عن الصوم المتقطع، يعني مو 24 ساعة، هو الصوم اللي احنا عندنا، يعني من طلوع الفجر إلى طلوع إلى غروب الشمس، هذا يسمون صوم المتقطع. هذا لمصلحة الإنسان، لصحة الإنسان. حتى بعض الأطباء يقولون الأفضل الإنسان يأكل وجبتين مو أكثر، مثل ما أهل الجنة بكرة وعشية. أهل الجنة صبح يأكلون العشاء، هذا أفضل نوع من أنواع التطعيم والطعام والتغذية، هذا أفضل نوع. على كل حال الدنيا زائلة والآخرة باقية. الدنيا خيرها اختلط بشرها، أكو خير بس مختلط بالشر، والآخرة إن يوم الفصل كان ميقاتا. في الجنة عوامل السرور بلا انتهاء، وفي النار بالعكس. الله يفصل بين الخير والشر، بين الظلمة والنور. لذلك أهل النار في ظلمات، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، لكن المتقين يخرجونهم من الظلمات إلى النور. يعني هذا النور هو نفسه موجود، لا ما تقدر تقيس. حتى ألوان في الدنيا تختلف عن ألوان الآخرة. في واحدة يسوون وياها مقابلة من الذين ماتوا ورجعوا، آخر لحظة تقول أنا كنت أشوف الشمس هذه، شوفها أضربها في عشرة، هي تقول لكن نور رفيق، نور الشمس تضر ما تقدر تطالع فيها، تنعمي عينك. في المناطق الحارة من يقدر يروح بالشمس، يشردون يركضون من الشمس إلى الفي. بعدين إلى أن قالت أمروني بالعودة، قلت لهم ما أريد أرجع إلى السجن. اللي يسوي مقابلة وياها قال يعني جسدك سجن؟ قالت لا الدنيا سجن. ما أريد أرجع إلى الظلام. قال يعني الليتات ما كانت موجودة في الغرفة؟ قالت كانت موجودة، بس هاي الليتات بالنسبة إلى ذلك العالم ظلام، هذا ظلام. لكن الدنيا خيرها خليط بشرها، صحتها بسقمها. أكو واحد ما صاير مريض؟ أكو واحد ما صاير يخاف من أن هذا مرض يقضي عليه؟ أكو واحد ما متألم في هذه الدنيا؟ ماكو. خير الدنيا مختلط بشرها، ونعيمها بشقائها. عندك فلوس بس شقي، عندك مشكلة ويا مرتك، مرتك عندها مشكلة وياك، وضعك المادي زين بس ما تعيش ذلك السلام، ذلك الاطمئنان، ذلك الهدوء النفسي الداخلي. دائما دا تعيش في معارك في داخلك ويا زوجتك او الزوجه ويا زوجها او ما شابه ذلك، او لا والله مليان ملياردير لكن تخاف من الخساره. امس خسر، ما اريد اجيب اسمه على المنبر، هذا صاحب شركه تسلا خسر 20 مليار دولار في يوم واحد، هذا ما عنده قلق؟ هذا يحب آخر سنت من الدولار مو أوله، تقول عنده هواية يعده 100 مليار بس دولار واحد ما يصرف، وإلا كان يصرف أمواله على المحتاجين. هو ما عنده قلق، هو ما عنده خوف، هو ما عنده مشاكل، هو ما عنده موت وعنده مرض. ستيف جوب هذا اللي صنع الموبايل معروف، هذا رجل صار عنده سرطان في البنكرياس، سرطان البنكرياس سرطان مؤلم جدا ولا شفاء منه، سواء اكتشف في مراحله الأولية أو في المراحل الأخيرة. هذا صار عنده سرطان البنكرياس، كم يروح منه ومنك، صرف 70 مليون دولار ومات ما بقى.
ما قدر ينقذ نفسه. أتى أمر الله، قضاء الله ما تقدر تمنعه، من يقدر يمنع قضاء الله؟ كان واحد في دولة من الدول كنت أعيش فيها، يومية أمور أشوف هذا القصر ده ينبني، قصر سنوات هذا القصر ده يبنون به، عمال رايحين عمال جايين. سألت هذا القصر مال من؟ قالوا مال فلان. ليش؟ قالوا هذا يهتم، يهتم بقصره، يريد يسوي فرد قصر مثالي ما إلى مثيل. إلى أن مات والفاتحة مالته خلوها في القصر ماله. أول ناس دخلوا في قصره وقعدوا شوية كانوا هم المعزين بوفاته. تجمع علمه، تجمع إما للورثة وحساب عليك. المشكلة أن حسابك بي، كتابك بي، من وين جبت؟ يعني لا يفوز، لا يمر على الصراط إلا بعد أن كل واحد الله يسأل من عنده، يسأل عن شبابه فيما أبلاه، عن عمره فيما أفناه، عن ماله من أين اكتسبه وأين صرفه، من وين جبت الأموال؟ من أين لك هذا الأموال؟ من وين؟ بعدين تقدر تمر. بعدين المشكلة الرئيسية، إحنا ننسى فلان يوم اغتبنا واحد، فلان يوم أذينا واحد، فلان يوم أكلنا حرام أعوذ بالله، فلان يوم. أحصاه الله ونسوه. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أعضاءك تشهد عليك، إيدك، أصابعك، لما شهدتم علينا؟ عمي هاي إيدي، أنت ليش بعد؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إحنا ما لنا دخل، الله أنطقنا، أيدينا، أرجلنا. فإذا هنالك ناس عندهم دنيا وآخرة وهم أفضل الناس وهم المؤمنون وهم المتقون، ودائما أيديهم إلى السماء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالواحد قاعد عند الإمام فطلب من الله أن يعجل بموته، قال له شنو واثق أنت من نفسك؟ يعني الآن تروح الجنة إذا متت؟ قال له لا، قال لا، اطلب طول العمر. عندنا من طلب الوفاة، الصديقة الطاهرة سلام الله عليها كانت تدعو اللهم عجل وفاتي، لكن قليل. الإمام علي كان يقول أين أشقاها؟ النبي قال له أنه لحيتك تنصبغ بدم راسك. قل وين هذا الشقي اللي يجي يدميني من راسي وأصبغ لحيتي بدمي؟ يريدون بعضهم إيه واثقين، أنا وأنت وين واثقين؟ شكل عندنا ذنوب. أكو عندنا روايات أنه مستحب واحد في بعض الأوقات مثل يوم عرفة هذا يعترف بذنوب بعد الله، اعتراف بالذنب أمام الناس ما يجوز، مو حلو، مو زين، والله أنا ارتكبت فلان حرام، لا تقول، هذا تشجع الآخرين عليه، لكن بينك وبين ربك لازم تعترف وتتوب. يقول اكتب ذنوبك، تقدر تحصيها؟ خلال السنة كم ذنب ارتكبت؟ ومحاسب عليها. إذن نحن في هذه الدنيا أمام خيار، أفضل خيار أن نهتم بدنيانا وبآخرتنا، ولا نهتم فقط بالدنيا فقط. زين، بعد ربنا يقول لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الفائز من يفوز في الآخرة ويفوز بالدنيا أيضا. ويقول ربنا أيضا اعلموا، هذا كلام إلا كلنا مو كلام مثل المؤمنين، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. على شنو نتنافس فيما بيناتنا؟ على مال، على زينة الحياة حتى نفتخر، والله فلان واحد مات وكان عنده 1000 فرس من أصحاب رسول الله ودل أفراس مالته بالقبر،
وتكاثر في الأولاد في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله. آيات العذاب بمقدار آيات الرحمة، آيات الجنة بمقدار آيات جهنم. القرآن الشكل رحمة من جهة وعذاب من جهة ثانية، ومغفرة من الله ورضوانا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع الغرور، المغتر بالدنيا هو متاع بالنسبة إليه. الدنيا منتهى بصر الأعمى، غمض عينك تشوف ظلام، هذا هو الدنيا، أكثر من هذا ما تقدر تشوف، منتهى بصر الأعمى. يقول ربنا أيضا ومن أراد الدنيا وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. زين، شو نسوي؟ نتنافس على أمور الآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إخواني الدنيا ممر، ممر يعني شنو؟ يعني باص، أنت تصعد في الباص تنتقل من محطة لمحطة، إذا تحركت ويا صاحبك على الكرسي شي يقول لك اللي حاضرين بابا دقيقة وده توصل، أنت موقت في هذا الباص، متنزل ينزلوك. قال أكو واحد يروح للموت، يجرون للموت سائق وشيء. هذا الممر لازم نتعامل مع الدنيا كممر وليس كمقر. بالطيارة قاعد، نفترض أنت بالطريق 7 ساعات، ال7 ساعات كرسي ضيق، تشتري وتعرف أن هذا الكرسي ضيق لكن أرخص من غيره، ما عندك مانع تقول أصبر 7 ساعات، لأن هذا ممر دالون، الآخرة مقر. فليش احنا نتهاوش ونتعارك على أمور الدنيا وهي مجرد ممر؟ في رواية الله عز وجل يقول للدنيا يا دنيا اخدمي من خدمني واستخدمي من خدمك. في حديث قدسي أن الله يهدد بعض الجماعة العصاة يقول لا أسلطن عليكم الدنيا، خليك تصير ملياردير من الليل الصبح ما تقدر. أكو فد واحد إذا أجيب اسمه تعرفه هو مليونير في إحدى دول الخليج، أبوه كان صديقي، أروح أحياناً في بيتهم وأنام عندهم، كان يقلد المرحوم جدنا رحمة الله تعالى عليه في كربلاء وهو من أهل الإمارات جبل الاسم. فد يوم قال لي سيد أنت الآن شو تسوي؟ قلت تعشينا أروح أنام. قال أنا ما أقدر أنام. قلت ليش؟ قال هاي الدفاتر اللي عندي لازم أراجع. كان عنده 6 محلات يبيعون فيها ساعات مو أكثر، طبعا ولد ملياردير. فقال تقدر تحكي لي شوية عن البخل؟ أنا بخيل، ولا يدخل الجنة بخيل، لا يدخل. هاي رواية. قلت له جيب كتاب نهجر قال قاري. قلت له ما أثر عليه؟ قال قلت له الله رسوله وعلي بن أبي طالب ما يأثر عليك، أنا شلون أقدر أثر عليك؟ فد واحد شاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبكي ويقول اللهم اغفر لي وإني أعلم أنك لن تغفر لي، متعلق بأستار الكعبة وآية من رحمة الله اغفر لي وإني أعلم أنك لن تغفر لي. فجاءه النبي قال ويلك ليش؟ قال عندي ذنب. قال ذنبك أكبر أم السماوات؟ قال بل ذنبي. ذنبك أكبر أم الأراضين؟ قال بل ذنبي. ذنبك أكبر أم كذا؟ إلى أن قال ذنبك أكبر أم الله؟ قال لا، الله أعلى وأجل وأكبر. شنو ذنبك؟ قال ذنبي أنا رجل عندي أموال لكن ما جاءني طالب حاجة إلا وشعرت كأنه أقدم إلي بشعلة من نار كأنه يريد يحرقني، ما أريد يجي. النبي شنو قال له؟ قال لو وقفت بين الركن والمقام وعبدت الله وبكيت حتى جرت من دموعك أودية ثم أقدمت على الله وأنت على هذه الصفة لا أكبك الله على منخرك في نار جهنم.
القرآن يقول ومن يوق شح نفسه، النفس شحيحة بخيلة لازم تقاومها. يجيك محتاج تقول والله عدي بس ممكن أحتاج، اطي قاوم شحك قاوم بخلك، بدون مقاومة الشح ما تدخل. المهم نحن قادرون على أن نملك الدنيا وأن نملك الآخرة، ومطلوب منا يعني حقيقة أنت ما تقدر تلغي بطنك. الطغاة شي يسوون؟ يخلون الخيار عند الناس بين بطونهم وأدمغتهم، يمشي حسب عقله حسب فطرته حسب وجدانه. إذا هالشكل يريد يمشي لازم يأكل، يجبروا أنه ما نعطيك بيت ما نخليك تأكل، كل هاي الأشياء يمنعوها عنه. خلون فاصل بين بطون الناس وبين فطرتهم وبين وجدانهم وبين ضميرهم وبين حبهم للخير، لأن كل إنسان الله خالق عنده نوازع خيرة ونوازع شريرة. ترى أنت بالنص، أكو نوازع خيرة عندك. ليش إحنا عندنا الصدقة في السر والعلن له ثواب؟ ليش في العلن؟ لأن يشجع الآخرين، أنت تعطي الآخرين هم يعطون، يقول هذا أعطى إحنا هم نعطي. لذلك الصدقة الذين ينفقون أموالهم في السر والعلانية في الليل في النهار، اللي فعلها الإمام عليه السلام الله عليه حينما نزلت الآية، كان يجون عند النبي بلا حياء وبدون أدب، يا محمد قرالنا احكيلنا. القرآن أنزل آية ثم نسخت طبعا، أن اللي يريد يحكي ويا النبي لازم يعطي صدقة، تعال اعطي صدقة وتعال احكي ويا النبي. الجماعة بطلوا يجون عند النبي، خلص ما يريد الأحاديث، ما اجى. الإمام علي هو الوحيد الذي أعطى الصدقة في السر والعلانية والليل والنهار، وخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكو كلمة قصيرة احفظوها من الإمام علي: الدنيا تغور وتضر وتمر. تغور، إنسان يفكر إذا صار عنده مليون دائما يكون مليونير، لا، أحيانا في معاملة واحدة في قضية واحدة في تحايل قانوني يكتشفك كل أموالك تروح. الدنيا تغور وتضر وتمر، مشكلة تمر. لو ما كانت تمر نقول يا الله احنا نملك ما نملك ولا نخسر شيء في هذه الدنيا. اكو رواية من النبي، شوف حقارة الدنيا عند الله، الله خالقها ولك خالقها. كل آية القرآن تدل على ان ما خلق الله هو الإنسان وهو أفضل ما خلق الله. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، شمس القمر النجوم الأرض كلها لك. النبي يقول والله ما الدنيا في الآخرة بالقياس بين الدنيا والآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم، قاعد على ساحل المحيط كأن الماء بلا انتهاء، إصبعك تخلي بالمي وتطلع إيش قد من الرطوبة تصير في إصبعك. الآخرة مثل المحيط والدنيا مثل هاي الرطوبة، والله يحلف ما الدنيا في الآخرة مثل ما يجعل أحدك إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. قد يشيل من المي مقدار رطوبة إيده. زين، الدنيا والآخرة، الآخرة ترى جد لتأخذ بهزل. أتذكر شعار كانوا كاتبين في مطار سنغافورة فترة من الزمن، أنه لا تتصل تقول لك قنبلة في الطيارة، أنت تمزح بس إحنا نأخذك بجد. أنت تمزح بالدنيا، يا الله بابا شكو من أقلك، من راح القبر رجع مرة سالة، من راح ورجع راسا فشخ، منو أي كلمات الشيطانية، منو رجع؟ قالك إذا قلت ترجع مو مشكلة، مشكلة ما تقدر ترجع، رح. حقيقة تصور مرة نفسك بعد الموت بخليك بالقبر، ماكو أحد يمكن نجيك. مرحوم جدنا في الواحد ينقل كان من المتقين صراحة، أنا ما رأيت رجل مقدس مثله، مقدس كان رحمة الله عليه. يقول شفت بعد صلاة الصبح يطلع، فيطلع كان ما يروح البيت، في اليوم تعقبته
رحت وراء رحت وراء رحت وراء شبت راح الوادي، الوادي يعني مقبرة، الوادي القديم. راح هناك أكو فرد قبر دخل داخله قال يا مهدي، اسمه كان ميرزا مهدي، يا مهدي أعمالك وين؟ طاعاتك وين؟ من ربك؟ من نبيك؟ من إمامك؟ أنت ممكن تقول خو أحفظ هاي الكلمات، لا، إذا أنت مو صادق فيها ما تقدر تنطق بيها. يوم القيامة الناس يريدون يركعون ويسجدون ما يقدرون، بالدنيا الله قال لهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بس ما اعتنى انك ما يقدر. يقول فترة ينادي نفسه ويبكي، بعدين طلع وراح. تصور نفسك قاعد في قبرك، نايم في قبرك، ونايم لمدة 24 ساعة مو أبد الدهر، حتى كل هذا جسمك يتفتت. يعني هذا الجسم اللي هالقد دلعته، أفضل الطعام أكلت، أفضل الشراب شربت، أفضل البيوت، أفضل القصور، أفضل السيارات، أفضل أفضل أفضل، شوف شي يسوي دنيا كله. يطلب الإمام الهادي سلام الله عليه، ذاك الخليفة الحقير، يقول له غن لي إمام معصوم، شارب له خمر، يطلب من الإمام الأغنية. قال باتوا على قلل الجبال تحرسهم غلب الرجال، فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز عن مراقدهم إلى مقابرهم، يا بئس ما نزلوا. ناداهم وصارخ من بعد موتهم، أين الأسرة والتيجان والكلل، أين كذا أين كذا. نصح وهو في حالة السكر، قام يمشي. أكو موت؟ تدرون كل اللي يموتون يفاجئون بالموت، أنا إيه؟ خلاص انتهت المهلة لك، أعطيناك مهلة، عندك الآن مهلة. أول شيء طهر قلبك، طهر نيتك. هذا ما يحتاج إلى شغل وعمل، وانت قاعد هنا ترجو من الله أن يوفقك على نفسك. اللهم أعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم. نيتك تسويها نية حسنة، طهر قلبك، لأن رب العالمين يريد القلوب الطاهرة، ما يريد التظاهر كما قلنا في ليلة من الليالي، يريد الحقيقة. طهر قلبك. أنا مثلكم طبعا، إحنا لازم نطهر قلوبنا، كلنا لازم نطهر قلوبنا. جدد النية وانت حاضر هنا، هذا العمل الذي تقوم به له الأجر والثواب. باب الحسين ينوي في سبيل الله، أنا جاي أستمع في سبيل الله، أقرأ قرآن في سبيل الله، أصلي في سبيل الله، أشتغل في سبيل الله، تعمل في سبيل الله، وقل بسم الله الرحمن الرحيم، أذكر ربك. البواق ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويبوق، يدري أن رب العالمين ما يعطي بركة في بسم الله، بس يعطي للمؤمن. أول الصباح تطلع برا، قل بسم الله الرحمن الرحيم. سايق تاكسي، خير، بسم الله الرحمن الرحيم. حينئذ إذا دخلت وياك مرأة جميلة، ما تقوم تسرق النظرات إلها بالمراية. بسم الله الرحمن الرحيم تفتح باب محلك شغلك، وتذكر الله بصفته رحمن ورحيم، بعد ما تبوق من المشترية، ما تتحايل عليهم. طهر قلبك، ثم طهر نفسك، واعلم أن كل ما تنويه وكل خطوة من خطواتك وكل موقف من مواقفك محسوب عليك، محسوب. والثواب بلا حساب والعقاب بلا حساب. لو أن حورية من حوريات الجنة بحسب الرواية أطلت على الدنيا لمات أهل الدنيا شوقا إليها من كثرة ما يفرحون. أكو بعض الناس يموت من الفرح. قال واحد كان مشتري له يا نصيب ربح مليون، قالوا إذا نقول له ممكن يصير بيه سكتة. راحوا شافوا دكتور، قالوا له يا دكتور هذا رابح مليون، وأريدك دكتور نفساني تعال تكلم وياي واش واش، قل له أنه رابح لا يموت من الفرح. هذا إجي يمه قال له أنت تشتري يا نصيب؟ قال إيه هواي أشتري بس ما أربح. تدري أغلب الناس ما يربحون، يعني الحصول على الربح من اليا نصيب مثل فرد صحراء من القش تخلي في وسطها فرد أبرة وتريد تطلع هاي الأبرة.
كلك لك، هم اللي يربحون، من سيربح المليون هم مو أنت. المهم قال له، قال أشتري، قال ربحت حتى الآن؟ قال لا. قال إذا ربحت، قال خذ، ربحت ربحت. قال شنو تعطيني لي؟ قال إذا ربحت، قال الآن إذا أنا أقول لك أنت ربحت، إيش قد تعطيني؟ قال نص المبلغ اللي ربحته. قال نص 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 نص. هو دكتور طاح ومات، هو مات، فراح يقتل مثل الحزن، حزن يقتل، فراح يقتل. هاي العواطف الله مخليها في أجسامنا، في أرواحنا بحدود معينة، إذا زادت عن حدها تقتل. كل قضية صغيرة وكبيرة ربنا يحاسبنا عليها. أنا في الحقيقة الليلة أريد أذكر لكم فريق قصة، شوية طولنا، إذا موافقين أذكرها. صلوا على محمد وآل محمد. كان المرحوم مرزا حسن الشيرازي أحد علمائنا الكبار في سامراء، مرجعيته كانت في سامراء، وسامراء مرتين كانت مدينة توالي أهل البيت وتحتضن جسد الإمام الهادي والعسكري ووالدة الإمام صاحب الأمر وحليمة. كان عنده فد واحد، هذا المسؤول المالي ماله، سابقا ما كانت بنوك، الأموال كانت تأتي في صورة ذهب فضة أشياء من هذا القبيل، والرجل كان أمين السيد، رأس الشهر يعطي رواتب الطلاب، وإذا السيد كان يريد يعطي لواحد شيء كان عن طريق هذا الحجي يعطي، اسمه حجي جعفر. هذا حجي جعفر اجوا جماعة من إيران حاملين معهم أموال لإعادة تعمير العتبات المقدسة، متبرعين حتى يعمرون العتبات المقدسة. صار موسم الحج، الجماعة فكروا يروحون الحج ويرجعون بعدين يبدأون بصرف هذه الأموال وتعمير المراكز المقدسة في العراق. فإجوا عند السيد قالوا سيدنا احنا نقلدك وعندنا أموال معنا، ادمنوا من الأمناء نخلي هاي الأموال حتى لا تضيع ولا تتلف ولا يبوك من عندنا. قال حجي جعفر إنسان جدا أمين، أعطوا عنده، أعطوا الأموال عند حجي جعفر. راحوا للحاج، الحاج كان يطول سابقا شهر شهرين، قسم كثير من الناس يروحون وما يرجعون يموتون، ولذلك كان يوصون قبل ما يروحون للحج لأن احتمال الموت كان وارد. راحوا تعطلوا شهر، اجوا ورجعوا ورجعوا عند السيد قالوا أموالنا وين حج جعفر؟ قال رحمة الله عليه توفي، لكن أنا أعرف أن حج جعفر رجل أمين، روحوا جيبوا الدفاتر ماله حتى تشوف وين مخلي أموالكم. راحوا جابوا الدفاتر، إيه نعم مكتوب فلان اسمه وأنا دفنته ما لهذا الشخص عندي في فلان زاوية من البستان. كانوا يدفنون الأموال، إلى الآن الكنوز اللي يكتشفوها شنو؟ الناس كانوا يدفنون إما في الأرض وإما في الجدار، كانوا وكان تحتهما تحته كنز كما يقول ربنا في قصة موسى بن عمران وخضر. الكنوز كانوا يخفوها في الأراضي. اثنين من عندهم كاتب الحجي أنه أموالهم وين خلاها، في أي زاوية من البستان، واحد من عندهم ما مكتوب. فالسيد أمر أولاده دوروا، كل ما دوروا ما لقوا. السيد قال مو مشكلة، أعلمك أمور أحراز آيات قرآنية، تذهب إلى وادي السلام في النجف الأشرف حيث تجتمع أرواح المؤمنين هناك. وقد قال الإمام علي أراهما أراهم حلقا حلقا. وادي السلام ووادي السلام في الحقيقة. فقال له تروح على قبر حج جعفر دافنين في النجف، بالليل ليلة الجمعة تتوضأ تقرأ هاي الأشياء، بشكل أو بآخر راح تشوفه، إما في المنام أو في اليقظة تشوفه، فاسأل أموالك وين. هذا راح إلى وادي السلام ليلة الجمعة، من الليل للصبح يقرأ هاي الأوراد وهذه السور، ما شافش ما شاف. رجع عند السيد، سيدنا ما صار شيء. يونس ضرب كفا على كف، قال أخ
ما موجود حج جعفر في وادي السلام. مستعد تروح إلى وادي براهوت في اليمن؟ وادي موحش، اسألوا أهل اليمن إلى الآن. أرواحه المعذبين هناك. قال لي سيدنا، هاي الأموال مو إلي حتى أعفي عنها، مال الناس، وأنا تاجر، الناس يثقون بي. فإذا رجعت أقول والله أموالكم خليتها عند فد واحد وهذا نسى يكتب الدفتر، من يصدقني؟ أخسر كل شيء. فالسيد أمر واحد من تلامذته وياه روحوا إلى وادي براهوت. راحوا إلى وادي براهوت وهذا الرجال بدأ يقرأ. طبعاً أمور كان يختص بها السيد، يعني مو كل واحد يقرأ ويصير ويشوف الميت. هذا اللي وياه يقول مرة واحدة شفت هالشكل حملق في مكان كأنه خايف، قال حاج جعفر وين أموالي؟ طاح أغمي علي، رشيت عليه ماي، قام يركض وأنا وياه إلى أن طلعنا من وادي براهوت. شنو صار؟ قال ما أقدر أقول لك. إجا عند السيد قال سيدنا شوية قريت كذا وإذا كأن الغشاوة فكشفنا عنك غطاءك. شفت عالم الآخرة، التنانير، تنور من أعماق الأرض إلى عنان السماء، في كل تنور واحد يحترق من جملة حجي جعفر طلعه. قلت حجي وين أموالي؟ قال لي خليته في فلان زاوية من البستان. قل للسيد، قل للسيد الأمان من جاري القصاب. راد يحكي زيادة الزروجة. اجى عند السيد خبره جارك القصاب. منو جار حجي جعفر القصاب؟ سأل، جاب أولاده، قالوا في الحقيقة احنا سابقا كان عندنا فرد جار وكان قصاب، بس احنا بدلنا البيت. قال خبروا هذا القصاب أنه أنا الليلة بعد صلاة المغرب والعشاء أريد أزوره، مرجع الأعلى للطائفة. سفراء الدول الكبرى في ذلك الوقت بريطانيا وروسيا يطلبون مقابلته، ما يعطي مقابلة، مرجع الأعلى للطائفة كلها. فتوى واحدة غير معادلات في إيران، صاحب ثورة التنباك، سطر واحد كتب مثل قضية الحشد اللي أقل من سطر غير المعادلة كلها. سيد يريد يجيني؟ قالوا السيد وقف، هذا اهتم بالموضوع. سيد شنو يريد يجي عندي؟ أنا منو حتى يجيني السيد؟ نام يرش المي ويكنس الشارع وبيت رتبه. السيد اجى خلى رجل داخل ورجل برا. قال تتذكر حجي جعفر؟ قال لا. إيه؟ قال أريدك تسامحه حتى أدخل. قال ما أسامحه، ما أسامح. قال له ليش؟ قال سيدنا تفضل حتى أشرح. قال له سامح، أنا جاي حتى تسامح. قال ما سامح. أجل السيد دخل قال، قال سيدنا حجي جعفر جارنا، أنا قصاب أشتري بضائع، أشتري خرفان من واحد في الموصل، بين فترة وأخرى هو من أتباع أهل البيت من جماعتنا، يدز خرفان أنا أذبح أبيع وأدز له الفلوس. فمرة إجا هذا الرجل صاحبي في الموصل، قال أنا ابني أريد أزوجه، ويقولون عندك بنية في مرحلة الزواج فأريد أخطبها، فأنت شاور أهلك، شاور البنية وخذ لك خير حسب تعبيرنا وطيني خبر، إذا قبلت اكتب في رسالتك أنه قابلين حتى احنا نجي نتزوج بنتك لابننا. يقول قلت له ما يخالف. راح أنا مجيت عندك سيدنا بين صلاة المغرب والعشاء، عادة الخيرة جيدة بعد صلاة الفريضة، أخذت خيرة عندك وطلعت الخيرة زينة، كتبت له بعد مدة أنا أريد كذا خروف، في نهاية الرسالة كتبت ترى إحنا موافقين، البنية موافقة، الأم موافقة، أنا هم موافق والخيرة زينة، تعالوا حتى تزوجون ابنكم بنتي. راحت مدة بعد مدة اجى الرجال، قلنا راح يحكي في الموضوع، تدري الناس يستحون، شنو صار الموضوع؟ ما قلت له، ما سألت. والرجل راح هم ما قال شيء. قلت أخو الآن يبدو وضعه مو مرتب، مرة ثانية يجي بعد فترة طويلة اجى هم ما حكى، راح قال سيدنا سمعت أنه زوج بنته. ليش؟ وبنتي تنتظر كبرت، إذا فات القطار بعد ما حد يجي.
فاجا مره من المرات قلت له يا فلان انا ما عندي عتاب عليك بس انت خبرتني ايش عجب بطلت من بنتي. قال صراحه انا مره اجيت قلت من منو اسال هذا بنته شلونها؟ تدري الولد والبنية يوم اللي يتعرفون على بعض واحد ينافق مع الثاني، لكن تاريخ الإنسان ما يمكن واحد ينافق فيه. ولذلك أفضل شيء واحد يسأل عن الزوج أو عن الزوجة من اللي يعرفوه، هاي البنية شلونها كذا. رحت عند حجي جعفر قالوا هذا جاره خوش إنسان، حجي بتجارك القصام شلونها؟ شوي نزل راسه قال ما أدري. تدري ما أدري نوعين، ما أدري يعني ما أرد أقول لك يا أبو فلان شلون، لا تسألني ما أدري مرة لا ما أدري. فأنا حسيت أنه في بنتك شيء متناسب ابني فبطلت. بعدين التفت للسيد القصاب قال سيدنا هاي البنية بعدي موجودة في البيت ما تزوجت، أنا شلون أعفي عن حقها؟ حق أجل حق في الحياة، البنية لازم تتزوج، الرجل لازم يتزوج، النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني مو من عندي. السيد التفت لهذا التاجر قال له انت كبير وايام كبيرة مستعد تتزوجها؟ اي رجل يقول له لا فالزوجة الثانية يقول لا، خاصة بعيد عن اهله متسوي ثورة عليه هم في ايران. قال سيدنا صراحة أقول لك إذا نخلص حج جعفر بهذا الزواج ما عندي مال. السيد قال للقصاب روح أقول له جاي خطابة والسيد جاي يخطبك يخطبك. راحت راح الرجال وإجا قال موافق، فعقد لها في تلك الليلة هاي البنية لهذا الرجل. بعد مدة فد واحد ما عنده خبر عن الموضوع كله إجا عند السيد قال سيدنا شفت حج جعفر في المنام صحته زينة وضعه زين. قال سلم لنا على السيد قل له أشكرك خلصتني من النار، عمي كلمة لا أدري محسوبة عليك محسوبة عليك تأخذ بهزل. الإمام علي يقول إنه الجد للهزل، الله جاد. هذه الآيات القرآنية الكريمة في وصف النار، يعني الله يمزح ويانا. قتل صاير عندنا شيء سهل، قتل قتل. تشوفون في بعض البلاد جاني واحد قال انا قاتل، قلت له منو؟ قال قتلت اخوي. قلت انت قاتل؟ قال لي عادي ده يمشي ده يتكلم. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، درهم من حرام محسوب عليك، غيبه محسوبه عليك، تومه محسوبه عليك. بس تقول هاي القصة ممكن خرافية، بس الحقيقة هذه، هاي القصة لا تقبلها. لكن كل ما عدنا في الحياة احنا محاسبين عليه، خلينا نفكر في آخرتنا. الإمام الحسين شنو قال لأهل الكوفة؟ ملئت بطونكم من الحرام فأنساكم الله ذكر، فأنساكم الشيطان ذكر الله. ليش نسيتوا الآخرة؟ ليش نسيتوا أن طفل صغير بريء تقتلوه أنتم محاسبين عليه؟ ملأت بطونكم من الحرام فأنساكم الشيطان ذكر الله. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قبر حفرا بصدري الخيل ابني، قبر حفرا بصدر الخيل لابني الرضيع وما سلف لي ضلع، لابني انا اطهر لبن بالكون
أنا أطهر لبند الكرام لبني وتدرس بصدر الأولاد البغي هيا وتدرس بصدر أولادي قدمت لجلك ولدها وحق قدمت لجلك ولدها لهذا اليوم كم دهرك ولدها النوايب كثرت عليها والله النوايب النوايب كثرت عليها ولدها تهن عليك ضربة للمنية هيا تهن عليك ضربة للمنية هواي حبها وجن تسميها الأميرة أرد وصي علي بكلمة أخيرة لا تقلها حسين لميت الحصيرة والله لا تقلها حسين لميت الحصيرة بيها فكر وانا ما يمي مناصر وحدي باقي ودارت علي العساكر على طول الطف مشت بيا الحوافير لحد يقلها بحجر هشمة وجميلي لحد يقلها ولون الغرب وفتيج يعلي الروح من آلام بنتي يعلي الروح من آلام بنتي يتقبلها من كل احسن قبول تهيئ لنا مراتبهم على حياتك بعد الغد حتى الملا يكون في خدمتكم ان شاء الله واحنا هم نكون في خدمتكم قدام الحسين الله يوفقك قوم على حياتك غراتي هي نفسك اللي طمنحنا الله راتك يا حسين انا صاحبك يا حسين